الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن يعني من بداية ديهاد ونحن نشارك كل سنة بفعالية في هذا المؤتمر والمعرض الذي أصبح يعني ميزة من ميزات العمل الخيري والإغاثي، ويستقطب كثير من الاهتمامات سواء كان من داخل دولة الإمارات أو من خارج دولة الإمارات. كثير من المشاركين سواء كان أفراد مهتمين بهذه الموضوعات والمجالات أم مؤسسات أمم المتحدة أو مؤسسات خارج الأمم المتحدة وشركات عارضة، وكل عام تزيد هذه المشاركة عن العام الماضي، وهذا ما يعني يعطي انطباع صادق عن أهمية هذا المعرض على المستوى الإغاثي والمستوى الخيري. يعني سبب من أسباب هذا النجاح أنه يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مدينة دبي بالذات. هذه المدينة التي تصنع كثير من المعارض والتي تساهم في رفد كثير من هذه المجالات وإبرازها من خلال تسويقها إعلاميا. أصبحت دبي الآن مدينة عالمية بكل معنى الكلمة، وتستفيد منها كل من يعرض فيها. وأيضا معرض ومؤتمر ديهاد من هذه المعارض التي استفادت من سمعة دبي ومن فاعلية دبي على المستوى الإغاثي والمستوى الإنساني.